علي جبار مدعوم من 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 من, من بعض. اليوم روان قافل على اليوم قافل على كابتن علي جبار. هو قافل، هو شوف انت اليوم شخص واحد، يعني شوف انت اليوم بالبيت الواحد عندك ولد مخربط وبقيت اولادك اوادم، واحد ممكن يخربط لك العائله الوحده. احنا اليوم حديثنا عن لجنه مسابقات، من يقود للمسابقات؟ لا تقول لي عدنان درجال. عدنان درجال يعني عنده مهام بالوزاره كوزير شباب ورياضه، وكل يوم اربعاء بمجلس وزراء مع السيد الكاظمي. ما مجبور، ما يلحق، بس ما مجبور استاذ روان، ما مجبور. شوف راح اقول لك شغله كابتن، شلون نطور نفسنا دور الرجل تجيب الوزاره وبيقول انا مسؤول عليها. والله ايش قد نوبات ننتقد كابتن عاد، يجوز روان يأيدني هذا الرجال، اعرفه نزيه وروان اقدم مني بهذا الامر. رجال نزيه. تدري الوزراء القبل كابتن عدنان درجال بايعين الوزاره؟ الله اكبر. تدري بايعين منتديات مساطحه 25 سنه بحيث حتى الدوله ما تقدر ترجعها يا علي؟ الله اكبر. تدري الوزاره والعراق ما مستفاد من اجل هاي المساطحه واحد من الوزراء القبل عدنان والقبله اللي هو عبد الحسين عبطان؟ تدري بايع منتدى هذا المنتدى هذا المنتدى 25 سنه مقابل شنو؟ مقابل اثنين شباب يدخلون يوميه عراقيين. ابو يارا عبطان وعلي جبار اثنينهم ما يختلفون على بعض، كلاهما يقف بالصف الايمن من داعش، ننقص من نفسنا. كلاهما اسسوا الفساد بالبلد، ننقص من نفسنا. عبطان استغل الوزاره لدعم حزبه حتى يصعد على الكرسي، من بعد ما طلع من الوزاره ما حصل اي شيء عبطان. وبنفس الوقت علي جبار يستغل الهيئه العامه حتى يبقى بالكرسي. قاعد اقول لك يقودهم مثل البهايم، مثل النعجه. انا اليوم كروان الناهي، هاي سجلها علي في منبر اعلامي حر. اذا واحد من نادي الميناء، لان انا اعتبر نفسي يعني كانسان عملت في نادي الميناء 21 سنه وحاليا مستشار اعلامي بنادي الميناء، قسما بالله لو والدي يجي يدعم علي جبار ومن يوالي علي جبار في اي انتخابات كانت ما يلوم الا نفسه. هذا رجل مبتذل، رجل منظيف. روان ممكن هاي الحرقه لان نادي الميناء اليوم خرج او نزل من الدوري؟ بالعكس، علي جبار داعم لبقاء نادي الميناء في الدوري. غلطان تلعب. وين الدعم؟ لا غلطان هو شنو داعم؟ علي جبار واحد من اسباب الفساد اللي يقول لي الدوري مجموعتين من 24 فريق. زين شنو اللي يثبت فساد روان اليوم؟ كلمة الفساد شلون نفسرها احنا اليوم؟ انه فعلا فلان عنده فساد. سؤال ذكي تعجبني ابو يارا، احيانا مو كل في كل الاحيان. علي جبار جاني ب 2007 بسوريا. اي جابوه مرافق لاحد الاندية دون ذكره. وكيل القميص نفسه يغسله ويرجع يكوي. روح شوف الاملاك اللي عنده هسه. منين جاب علي جبار؟ رجال يعمل وعنده راتب وراتبه خير من الله. خلي قاضيني بالعشاير يلا. قسما بالله العشيره توقف لعلي جبار هي فازه ايضا. خلي قاضيني بالعشاير علي جبار. طبعا نتمنى الكابتن علي جبار يرد او يكون متواجد بحلقه. انا اطلب من علي جبار يقعد بمناظره تلفزيونيه وياي. يا ريت. خلي يقعد وخل احط بيده نقطه على فساد لجنه المسابقات. خلي يقعد واحط بيده شنو الفساد روان؟ شنو الفساد؟ اخويا خلي يقعد واحط بيده كم سافل وفاسد جابهم بالاتحاد علي جبار. مثل منو؟ خلي يقعد واحط المؤامرات اللي قاعد يحوكها ضد زملائه بالمكتب التنفيذي. شنو اللي يثبت روانك مؤامرات؟ انت اليوم صحفي وتعرف. هو الرجل يقول لك انا ردي يجي وجه لوجه حتى شنو اللي يثبت؟ انا ادعو السيد علي جبار نقعد بمناظره انا وياه. حتى لو الرجل يدافع عن نفسه يعني. اسمعني لو انا اذب البدله واترك الصحافه، لو هو يترك العمل الرياضي. شرط احط له اياهن بالتسجيل الصوتي وبالدلائل وبالاوراق الرسميه مؤامراته مخططاته مع الهيئه العامه. عاد شوف اكو مرات اكو انسان شلون هو نائب اول الرئيس الاتحاد ومن تخابره بالتليفون يسب رئيس الاتحاد. كافي عاد مسخد يعني. الكابتن
كابتن النائب الاول من يحشون وياه بالتليفون يسب رئيس الاتحاد مالته؟ نعم يسب رئيس الاتحاد وخليه يطلع ينفي. انا حط له تسجيل صوتي هسه خليه يطلع خليه يتعداني واحط له تسجيل صوتي هو يسب رئيس الاتحاد.